والله انا جربتها وبمئات مرات كل شيء طلبته تنفذ والله. الله حني. والله الذي لا اله الا هو، سمعت من بعض اخوتي قصصا لا تصدق حول هذا الحديث. مصيبه ما بعدها مصيبه يزيحها الله عنك. ففي خطبه قلت يا رب لم تثبت لنا الطرف الاخر، يعني حاشا لله ان تدعوه مخلصا ثم لا يستجيب لك، ان تعلق الامل عليه ثم يخيب ظنك، ان تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك. هو اهل التقوى واهل المغفره، قدير سميع عليم مجيب رحيم، بيده كل القوى. اهل الارض الان ممتلئون خوفا من وحيد القرن. لو أنهم عرفوا أن وحيد القرن في قبضة الله، وأنه لا إله إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا قابض ولا باسط إلا الله، ولا رافع ولا خافض إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله، لعكفوا على عبادة الله وارتقت نفوسهم. ألم يقل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي نصر الله عز وجل، أن يؤهل نفسه لتحقق وعود الله عز وجل، هنا بطولته. أما أن يقع في المخالفات وفي التقصيرات وفي التجاوزات وفي أكل المال الحرام وفي غش المسلمين، مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدعو الله أبدا، في حجاب كثيف بينه وبين الله. إذن الصيغة التي جاء بها مسلم، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان، قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة، قد تأتي أمراض وبيلة، قد يفتقر الإنسان، قد يتآمر عليه من حوله، وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه. في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج. إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، هو القوة المطلقة، هو الرحمة المطلقة، هو العدل المطلق، يقول لك ألك حاجة فأقضيها لك؟ اسألني يا عبدي، ادعني، ألك حاجة فأقضيها لك؟ ألك ذنب فأغفره لك؟ ألك سؤال فأعطيه؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ والله أيها الإخوة، لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين، ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أنه ليس لها حل، وأغلقت أمامه كل الأبواب وسدت كل المنافس، وجاءني مستفتيا، لا أملك إلا هذا الحديث. أقول له صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء، وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوما من أيام الله. وقد قال الله عز وجل
وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته فاستجاب لك، يوم سألته فأعطاك، يوم استغفرته فغفر لك، يوم اعتززت به فأعزك. العبرة أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة، أن تناجيه، أن تسأله، أن تستغفره، أن تطلب عفوه، أن تطلب منه أن يتوب عليك. لا بد من علاقة مباشرة. أخ كريم حدث في حياته إحباط، الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية، فذهب إلى طبيب غير مسلم، طبيب نفسي. قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها، قال له الطبيب النفسي غير المسلم، قال له مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك، لا بد من أن تكثر مناجاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. يعني المشكلات كبيرة جدا، الطالب في مدرسته، التاجر في تجارته، الصانع في مصنعه، الموظف في مكتبه، الطبيب في عيادته. أحياناً تأتي مشكلات تسحق الإنسان، من لك إلا الله؟ بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه، يبتليك بمشكلات لهدف واحد، أن يسمع صوتك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه. الإنسان ألف الحياة الدنيا، ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم، لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به. ورد في بعض الآثار القدسية أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. ورمضان كله من أجل أن تتمثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من أجل أن تقطع أملك من الخلق وأن تعقد الأمل على الحق، من أجل أن تنصرف عن الخلق وأن تتجه إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بيده، لأنه إليه يرجع الأمر كله. فهذا الحديث أولا في الصحاح في البخاري، وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.